كابتن رو، كيفك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا، اليوم فيك عنا بنادي الرماية الملكي. جو كتير حلو اليوم للرماية، فبشكل عام إيش تعرفي عن الرماية؟ إنه في هدف لازم تصيبه بسلاح تقريبا، بس إنه في أنواع كتير استعنا للرماية، في سكي، تراب، مسدس هواء، بندقية هواء، مسدس حي، بندقية حي، رماية سريعة. فإن شاء الله هلأ بعرفك على كل شيء موجود عنا بالنادي. اوكي، احنا هلا بميدان الخرطوش. ميدان الخرطوش عندك نوعين للالعاب، فيها في لعبه سكيت، لعبه التراب. الفرق بيناتهم لعبه السكيت فيها 8 ستيشنز، ولعبه التراب هي بتكون 5 ستيشنز. واكيد الهارولز هذا سلاح، هذا الطلق تبعها المسدس الهوائي 10 متر. احنا هون هذا ميداننا، عندنا 20 خانه 20 لاعب. هذا شكل المسدس، بنى اللي ايطالي، بيعمل على ضغط الهواء. الطلق تبعه بيكون اولمبي كتير صغير، شوفي كيف. الهدف اللي بترمي عليه هذا هدف اولمبي، هذا يعني مسموح دوليا بكل انه نشارك فيه. هلا هذا مسدس عيار 22، تمام. هلا اللي بيفرق تقريبا نفس المسدس الهوائي بطريقه التسديد، بس مكان التسديد بيختلف. يعني شايفة نص الدائرة السوداء عندك بالآي بولز، هون اللي انت بدك تحطي موجهاتك، هون بدك ترميها. نفس مبدأ السحبتين، سحبة أولى سحبة ثانية، الضغط. هلا انت علمتيني رماية، رح أعلمك لعبتي اللي هي مبارزة. رح أعرفك هلا على المبارزة. بتتكون من ثلاث أسلحة، ثلاث أسلحة بتختلف طريقة تسجيل الهدف يا بالأولويات أو بطريقة مكان اللمسة. يعني في هلا عنا إبين، أول إشي الهدف كامل الجسم حتى مع الماسك مع كل شيء، واللمسة كيف بتجيب اللمسة اللي هي إنك تكبسي في أي مكان. ب 750 جرام تقريبا لازم تكون ضغط اللمسة حتى تكبسي. وعندنا هلأ السابر، السابر بتكون الهدف اللي هي المنطقة العلوية للجسم، ماسك بدون الرجلين، منطقة الرجلين كاملة لا. وطريقة إحراز اللمسة بتكون إنك باللمس، يعني ما في أي ضغط عليها، بيكون بس باللمس، ما بيكون فيه له أي كبسة. وثالث سلاح اللي هو فوريس سلاحي، بتكون منطقة اللمس اللي هي الظهر والصدر والبطن من قدام. طريقة إحزار اللمسة فيها بتكون برضو زي الإبي بس أخف شوي، بتكون 550 جرام حتى تحزر اللمسة. عنا الأدوات اللي بنستخدمها تقريبا مشتركة بين الثلاث أسلحة، في ماسك اللي هي الخوذة اللي بتحمي الوجه من إنه أي إشي، وهي كتير سيفتي، يعني ما في أي خطر على وجهك أو أي خطر إنه يوصل إليك، مستحيل تنكسر. يعني في الديكور اللي هو السلك اللي بربطك بين الجهاز والقدامك، حتى إنه إذا أحرزتي لمسة بيبين على الجهاز، يعطيك سكور على الشاشة بالضبط. وفي البدلة الجاكيت، ما في أي خطر بشكل عليكي إذا إجا اللمسة عليكي عادي. في فيست، هاي منطقة الهدف بالفلوريه اللي هي قلنا صدر البطن والظهر. هذا إلكتروني، أول ما تيجي الضربة عليه على طول. هذا هو. عندنا كفة عادي، بتكون واحدة ولا اثنتين؟ لا واحدة بس لليمين، هي اللي بتمسكي فيها السلاح. والآخر إشي البطلون. اوكي، هدفك تفضلي امسكي المسدس. لا مو هيك، أول إشي أهم شيء إنه امسكيه وهو محطوط على التيبل، خلي الجريب تبعك يمسك كتير منيح، يكون هيك حسيته فت. اصبعك هذا حاولي من النص يكون على الزند من هون، مش من الطرف من جوا او من الطرف من البوز، نص اصبعك. اوكي، السيفتي اهم اشي، لا تأشري على حدا او وراكي او عليكي حتى لو كنتي متأكدة انه فاضي. هلا خلي اصبعك بعيد شوي انه ما تضغطي كتير عشان ما تطلعي مكان تاني. هلا بلشي وقفتك خليها مستقيمة هيك على سوا حوضك وكتافك. بلشي ارفعي ايدك شوي شوي لتوصلي لفوق الهدف بشوي، بعدين تنزلي شوي شوي.
عينك على زي الموجه هذا زي ما قلت لك، خلي هذا المنظر يكون قدامك، موجه الأمامي على المواجهات الخلفية. يلا البسي نظارات وسماعاتك. برافو، كسرت اللمبة. أول إشي عنا إشي اللي هي الخطوة للأمام اسمها مارش. هذا هي الجارد وقفة الاستعداد. تمام؟ هيك بدك تنزلي على رجليكي. تمام؟ وبعدين تبلشي بالرجل الأمامية لقدام، بعدين تلحقها بالرجل الخلفية. هاي مارش. خلي تنتين بطنيات. هيك هاد مارش. الروم نفس المبدأ بس العكس، يعني تبلشي برجلك الخلفية بعدين الأمامية تلحقها. هذا الروم. عندك الألونش اللي هي بس فردة إيد، إنه بتكوني مثلا هيك during the game تكون واحد هي ما هيك ألونش مثلا. وعندك إشي اسمه فوند اللي هو الطعن، بتكون لحظة الأكشن اللي أنت بتعمل بتكوني بتلعبي مثلا هذا الفوند. تمام؟ عيديها بالله. هاي وقفة الاستعداد. بعديها بتبلشي برجلك هيك زي كأنك بدك ترمي اشي برجلك. بتعملي اعتبري انه في اشي قدامك وبدك ترميه. اوكي. فانه هلا عرفنا كيف نرمي، عرفنا البيسكس، عرفنا كل شيء. جاهزه نعمل تحدي؟ جاهزه. يلا بدي تجيبي لي بس طلقتين جوا الدائره السوداء. اوكي حطينا 5 طلقات. يلا جو. جد نفس البروسيجر، عيديها. بس واحدة جبتي. هلا صار وقت التحدي، زي ما انت عطيتيني اجيب عليك نقطتين لازم تجيبي علي نقطتين جيم للخمسة. كتجربة أولى إلي بالرماية استمتعت كثير، كابتن أسمع عرفتني على أكثر نوع من الرماية وعطتني الإجراءات الصحيحة كيف أتعامل مع الرماية، وبالتوفيق لها وبالتوفيق لكل اللاعبين. اليوم كانت تجربتي بالمبارزة كثير حلوة، كابتن رؤى وصلت لي معلومة بطريقة كثير سلسة ولطيفة، خلتني أجرب شغلة جديدة. بصراحة اللعبة مو سهلة، بدها لياقة عالية، بدها تدريب، فبتمنى لها كل التوفيق لها ولكل لاعبين المنتخب والمبارزة.